الحقيقة النهاردة يعني قبل ما ندخل في الأخبار في حاجة غريبة جدا يمكن لفتت انتباهي والفترة اللي فاتت ديت أو الساعات اللي فاتت، وده الحقيقة حاجة يمكن إحنا متعودين عليها. النهاردة وإنت داخل على مباراة مهمة جدا قبل ما الفريق يلعب مباراتي الذهاب والإياب لنصف النهائي دوري أبطال أفريقيا تحديدا قدام الوداد، لاحظت وباستياء شديد جدا الحقيقة الأخبار المغلوطة اللي بتنتشر في بعض المواقع، ومش هقول وسائل إعلام، بعض المواقع الإلكترونية عن فريق النادي الأهلي. يمكن كلنا ملاحظين ده، يمكن دايما الأخبار ديت مرتبطة بالإحباط أو بالتشتيت، ملهاش أي أساس من الصحة، سلبية في كل أحوالها من غير تفكير، بنبقى عارفين خلاص سيستمنا إن هي ملهاش أي هدف غير إن هي تثير أزمات وتثير فتن داخل الفريق قبل مرحلة مهمة بنمر بيها في النادي الأهلي. وانت خلاص داخل على نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لينا خلاص يوم 6 نوفمبر، زي ما كلنا عارفين في بعض الوسائل تقول لك ايه بقى النهاردة إليو ديانج ماشي، النهاردة كل لاعيبة الأهلي ماشيين من الفريق. يعني أنا لو طالت المواقع دي تتكلم عن إن فريق الأهلي كله ماشي والله العظيم هتعمل كده.